نشأت معظم وقتي من ثالثة ابتدائي في كنيسة اسمها كنيسة الملك ميخائيل بدمنهور، وكان فيها معلم راح السما دلوقتي كان اسمه المعلم جرجس. والمعلم جرجس ده كان بيحفظنا، كان بيحفظ أولاد شمامسة أكبر مننا شوية أو في سننا، والأولاد يساعدونا في التحفيظ، يحفظونا كمان. فمن خلال مجموعات من الشمامسة يعني اتعلمت في بعض الألحان، كمان لما دخلت الدير بعض الألحان اتعلمتها. أحب جدا الألحان الجماعية، المشاركة الجماعية. أشعر أن وقفة الأباء مثلا في الدير وإحنا بنسبح في تسبح نص الليل فعلا بالسماء، يعني هي وقفة سماوية. المشاعر دي كلها ابتدت شوية بشوية مع الدراسة، مع الدراسة في طبيعة اللحن أو طبيعة كلامه، الكلام مش الموسيقى. أنا ما درستش موسيقى اللحن، لكن ما درستهاش يعني بعمق أو بمعرفة، لكن كلمات اللحن نفسها. طب إيه أول لحن حفظته؟ هل تذكره قداستك؟ طبعا أكيد من سنين طويلة، لكن إن أعتبر لحنا قريب صليم، قريب صليم. أنا عارف إن قداستك بتحب هذا اللحن. قريب صليم، رتلوا للذي صلب عنا، جميل جدا، وأباد الموت وأهانه. المدخل بتاع قريب صليم دي والتركيب الموسيقي بتاعها وكلماتها غاية في الإمتاع يعني.